ثلاث عقوبات في انتظار المصريين المغتربين في السعودية لو خالفت القانون واشتغلت لحسابك. وزي ما السعودية بتسعى انها تحافظ على حقوقك مع صاحب العمل، وهقولك عملت ايه، لازم انت كمان تبادلهم نفس الاهتمام، وإلا بلاها غربة من الأساس. طب ايه حكاية العقوبات اللي هتطبق على الوافدين في السعودية ومخلية أحوالهم على كف عفريت، وفي الحالة دي هتترحل على مصر؟ طب هل لو خالفت أنظمة العمل هتطبق عليك الثلاث عقوبات ولا ممكن عقوبة واحدة؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. مش بيقولك اللي أوله شرط آخره نور؟ انت عافرت عشان تسافر وتتغرب، يبقى لازم يا غريب تكون أديب وتحترم قوانين الغربة وتعرف اللي عليك واللي ليك. وطول ما انت ماشي بما يرضي الله وكله على المكشوف وفي العلن، غربتك هتكون أسعد أيام حياتك. أما لو غير كده فبلدك أولى بيك، بس بعد الحبس والغرامة. فليه ترجع مصر إيد ورا وإيد قدام وفوق كل ده بوصمة في سجلك مدى الحياة؟ السلطات السعودية ما بتهزرش في تطبيق القانون والعقوبات، خاصة الأيام دي واقفة للمصريين على الوحدة بسبب سعودة الوظائف، وبتتلكك للوافدين. وكلنا سمعنا الأيام اللي فاتت عن ترحيلات لآلاف الوافدين. علشان كده هيئة الجوازات السعودية أعلنت عن ثلاث عقوبات الوافدين المخالفين اللي هيشتغلوا لحسابهم الخاص مش تبع مكان او هيئة معينة، وممكن توصل للعقوبة للغرامة وللحبس كمان، وده تحت شعار وطن بلا مخالف، وده حسب ما نشره موقع القاهرة 24. ولو حصل وتم القبض على اي وافد عمل كده هيدفع غرامة 50,000 ريال، وهيتحبس 6 شهور، وهيترحل على مصر كمان، وهيتمنع من دخول المملكة خالص، وده بعد ما يتحط في مراكز الإيواء ويتم ترحيله. وطلبت الهيئة من أي شخص لو عرف إن في شخص خالف إقامته ونظام عمله وهدد أمن الحدود يتصل على 911 في مكة والرياض والشرقية، ولو موجود في أي منطقة تانية يتصل على 3 تسعات. كمان الفترة الأخيرة حصل بعض التعديلات في قانون العمل السعودي في المادة 39، إنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره. وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت وتحقيق المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. كمان لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. وتتولى وزارة الداخلية ضبط إيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص أو العاملة السائبة في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل أو الهاربين، وبرضو أصحاب العمل واللي مشغلينهم والمتسترين عليهم، وكمان الناقلين ليهم، وكل اللي دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. وكل الإجراءات دي اللي بتقوم بيها السعودية علشان تحافظ على نظام الشغل فيها. وفي عز الكلام عن سعودة بعض الوظائف، إلا إن لسه السعودية بتحافظ على حقوق العمالة المصرية الموجودة فيها. يعني كتير بنسمع عن شكاوى من المصريين اللي شغالين في السعودية، وطبعا الشكاوى بتختلف من شخص للتاني. تلاقي واحد زعلان مع صاحب الشغل بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وواحد تاني تلاقي الكفيل بتاعه مبلغ عنه هروب وعليه قضايا. وأغلب مشاكل المصريين في المملكة بالشكل ده وأكتر كمان. علشان كده من كام شهر السلطات السعودية أعلنت عن شوية تعديلات بتحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل السعودي من حيث التعاقد والأجور والانقطاع عن العمل، والإجراءات دي في صالح المصريين المقيمين في المملكة في المقام الأول، وده قبل المملكة نفسها، وبكده مش هيكون في تلاعب في الأجور من صاحب العمل. تخيل السعودية تسعى لحمايتك وانت تروح تشتغل لحسابك وتكسر وتخالف القانون، ولا انتوا رأيكم ايه؟ اكتبولنا رأيكم في الكومنتات.